عقد قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة لقاءات ثنائية مع عدد من القادة العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التسليح، جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة، وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيدكس 2023. في إطار حرص القوات المسلحة على دعم سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة، وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيدكس 2023، تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التسليح، حيث التقى الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري بنائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تلس العالمية والوفد المرافق لها، وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أكاديمية تلس للتدريب بالتعاون مع الجانب الفرنسي متمثلا في شركة تلس العالمية. كما التقى نائب وزير الدفاع التركي وممثل رئيس الأركان التركي ونائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، فيما التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بكل من المدير الدولي للإدارة العامة للتسليح الفرنسية وممثل القوات البحرية الروسية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تلس العالمية ورئيس أركان الدفاع الجيبوتي، يرافقه قائد خفر السواحل الجيبوتي ومدير فرع شركة نافانتيا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. كما التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بكل من مساعد قائد القوات البرازيلية للشؤون الاقتصادية والمالية والإدارية ونائب رئيس شركة سافران الفرنسية، حيث شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين. كما التقى بالمدير الدولي للإدارة العامة للتسليح الفرنسية ونائب مدير شركة بوينغ الأمريكية ومدير شركة واندرون اليونانية وممثلي شركة جال أمروكا الإماراتية وشركات توركيش أيروسبيس وهافلسان وأسلسان التركية، ورئيس هيئة أركان الجيش اليمني وممثلي شركة ليوناردو هيل الإيطالية، فيما التقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي بممثلي شركتي LTD بهارات إلكترونيكس وبهارات داينامكس ليميتد الهنديتين، والمدير الدولي للإدارة العامة للتسليح الفرنسية وممثلي شركة تلس الفرنسية، وكبير مستشار رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط وممثلي شركة MBDA الفرنسية، وممثل قائد قوات الدفاع الجوي القطري وممثلي شركتي فيكتور ومولنيا الروسيتين. كما التقى اللواء أركان حرب محمد صلاح مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية بنائب وزير الدفاع الأرميني والوفد المرافق له وممثل رئيس أركان الجيش الباكستاني ونائب وزير الدفاع التركي ورئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الجيبوتية. كما التقى اللواء مهندس حسام قطب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية مع رئيس هيئة تسليح جنوب أفريقيا. كما التقى اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات مع نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تلس العالمية، وشهد اللقاء توقيع اتفاقية تجديد الشراكة بين الشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجموعة تلس العالمية. وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات التي تدعم تعزيز علاقات التعاون في المجالات العسكرية المختلفة.